هذا الاستشوار. اي نعم هذا الاستشوار، هذا طال عمرك الاستشوار اللي هو جفف به المرأة شعره، خاصة إذا كان من أخطر الأشياء تجفيف الشعر وهو رطب بالاستشوار. نبي بسرعة، تبي تجفف، تبي تفتك، تبي تروح تجلس، تدفع ضريبته أنت، يعني لا تستعجل عليه. ما لا تستعجل أبدا، تتركه حتى يجف اللي هو الجفاف أو الذاتي. أو من شفه تلمس تلميس بعد، ما تحط يعني ما بعض الحريم تفرك وفرق، يعني هي عندها مناسبة، قبل المناسبة تبي تتروش، تبي وشو المرة ما تروش قبل 4 ساعات 5 ساعات، يعني هذه من النصائح بالضبط. لذا نبي نشوف الآن وش يسوي. أنا أقترح علي واحدة أن تجفف شعره جزء بالاستشوار وجزء تخليه يجف ذاتي، وتشوف قوة الجزء اللي يخف ذاتي، وتشوف اللي يجفف بالاستشوار. يا سلام. بسم الله. هذا بير، هذا بير، ها يعني بينطبخ البيض الحين ينقلي. كذا ما عمل التجارب الحين ابو أيه. ها نعم. يا سلام يا سلام. بدا يشفي البيض، بس ما حطيت ملح يا رجال. الحين نحط لكم ملح ونحط لكم ملح نحط ان شاء الله. ها يا بقى هذه الياس، هذه معناها معجون. طيب الان طبخنا البيض، وش العبره الان؟ قصدك العبره الحراره، شوف ايش تسوي بالبيض. اها المراه الان تطبخ تقلقل او تشوي شعره شوي. اها ها ها يعني خلاص الحين بيض صالح للاكل الحين. يا سلام يا سلام يا سلام. يعني حرارة للشعر، مو بحرام الوحدة انها تشوي شعر، خاصة الأطفال. الأطفال الآن لازم يروح للمدرسة، لازم يستشورونه كل ليلة كل يوم. ايه؟ وشعر الطفل تو رقيق طور التكوين. ولا يتحمل الحرارة العالية. شفت يا شيخنا، صلحنا بيض في شعر. نعم. ها أينا؟ جدا على الشعر، على الشعر خاصة الصغير. طبعا الصغير بطور التكوين مثل ما قلنا قبل شوي، يحتاج رقيق جدا ما يتحمل. طيب يعني تخيل هذا الحين لمدة 3-4 دقائق. اي نعم. ما بالك على واحدة اللي تقعد 4 ساعة وتستشور شعره. وانا دائما اقول لهم جيب جنبك دجاجة، والمدة اللي تستشور شعره فيه تستشور الدجاجة، وتعال بعد 3 أيام 4 شوف تصير تنجر تسوي الدجاجة. صح. عمرك انه يكفي. يا سلام يا سلام. الحين بيض صالح شبه مستوي. نعم. يا سلام يا سلام. او خليناه شوي يستوى، لكن ما احنا مودنا الوقت. يا سلام. عاد خلينا نوريك وشلون طال عمرك. معروف. بسم الله. لا شغل شغل نظيف ابو فهد. هذا بيطول ذا الدجاجة. لا راح نشوف ان شاء الله. ها راح نشوف ان شاء الله. كذا شهويتنا الاكل يا ابو فهد. تفضل طال عمرك. ها اقلط كبدة و انا لا سافرت بالاستشوار ولا بالسيراميك. ونجي عندنا هذا السيراميك، هذا اللي يسمونه المكوى. ايوه
هذه كم؟ بس اخاف يقول يقولون لعبت باجهزتنا يا ابو فهد. من الحريم يقولون الله يهديك لعبت باجهزتنا يا ابو. شوف شوف اجدادنا وشلون طريقتهم وشلون زي شعرهم. اسمع قصدك الحين بتطلع صوت الشوي الشوي. عجيب يا ليت المخرج نضج الكبده. طريقة الطبخ بطريقها ها؟ اليوم صدق معمل في المختبر عندنا على الهواء مباشرة والله طلعت ريحة الكبدة هذه قامت طلعت الريحة ها؟ شوف الصوت أول مرة أنا أشوف طبخ بالأدوات طبخ بطريقة جديدة والله يا ولد ريحة سبدة يا ولد ها؟ اقلب طبعا شلون استوت؟ جاهزه للاكل الحين؟ ما تحتاج حتى خمس دقائق ها؟ لو شغل كامل نعم هذا تخيل انه هذا كله يستخدم للشعر. لا اله الا الله الصوت الصوت مخرج كلوز الان مضمون الكلام يا ابو فهد نعم ان الحراره الان هذه التجربه تثبت للمراه أن الحرارة قاتلة للشعر أكيد. وهذه الدراسات الآن أمامنا والتطبيقية الآن أمامنا كل المصادر الحرارية حتى الماء الساخن يتلف الشعر الماء الساخن إيه لكن الماء الساخن يعني ربما أنه أقل إلاما من الأجهزة الحرارية أين نعم وباقي في أشياء ثانية يعني كثيرة جدا لإتلاف الشعر كلها مصادر حرارة اسلم نكمل الطبخ ولا ما يحتاج؟ وصل الفكرة اللي هي من الطبخ يا أبو فهد لا لا الفكرة هي الآن أنت وقفت أي وقفته شوف أيه؟ يا ليت يا ليت المخرج المخرج عليك المخرج مرة تحمر الدجاج شفت شلون بدأ يبيض من لحظة بسيطة جدا يعني ما بالك عاد لا صار يا سلام يا سلام انت حطيت لنا فكره جديده في الطبخ يا ابو يا ابو فهد صح للمعلوميه انا اقولها دائما واكرر اذا ايه؟ سافرت ما استخدم بالفندق الا استشوار ومكوى المكوى قطع اللحم بالمكوى مثل كذا واشوي مقلقل يا رجل ولا بي ولا بالاستشوار استشور اللحم واكل تستوي على طول لذا الهدف من هالتجارب كلها هذه توصيل ركب المايك ارفع المايك شوي